طب قول لي يا بلالة، انا مش فاهم انت عاوز ايه. عقول الناس هتشقى من طلعت الشمس لحد المغربيه، وكل نفر منيهم هياخد 4 قروش، وده ما يرضيش ربنا. انا مش عارف انت يقصد ايه، انت مش عاجبك الاجر مال انت ولا نفرات مال العمال مش عاجبه الاجر هو؟ كلنا يا خواجه كلنا. كل العمال مش عاجبه؟ ايوه خواجه. وليه ما يجوش يتكلموا زيك ويقولوا ان ما يعجبوا الاجره؟ خايفين يا خواجه خايفين. وانت ما فيش خوف يا ابو لالا؟ الحمد لله انا ما خافش غير من ربنا. برافو ابو لالا برافو. ابو لالا انت كم ياخذ مرتب اليوم؟ يوم 4 قروش يا خواجه. 4 قروش فور بياسر. انت من اليوم ياخذ 3 بياسر 3 قروش. بتقول ايه يا خواجه؟ بقول قرشين. انت من اليوم ياخذ قرشين. انت بتنقص بدل ما تزود؟ وحياة ربنا ده ظلم. ابو ليلى انت مش لازم يمسك شغل عندي، انت يمسك شغل محلك تاني. انت بتكرشني يا خواجه؟ ابو ليلى انا مش عاوز زعيم عندي، انا عاوز حمال يشتغل زي ما انا عاوز ويمسك فلوس زي ما انا عاوز. اما راجل مفتري صحيح. ما تزعلش نفسك، انت تيجي تشتغل هنا معاي. الشغل معاك ايه؟ الشغل معاك ايه؟ هو رزقك ده هيقضي مين ولا مين؟ او شيل الحمل عني شوية بدل ما انا شغالة لوحدي طول النهار. هالشغل معاك ايه؟ ها؟ اقلب بدنجان ولا اقلب بدنجان؟ لا، تنظف الجوزة، ترص الحجارة فيها، وكرس الدخان. كله مقدر ومكتوب.